جنوب افريقيا احدى مفاجات البطوله بسبب ايه؟ بسبب تجربه قديمه، 7 8 لعيبه من صن داونز معاهم 2 لعيبه من الانديه التانيه، تيم شغال مع بعضه، فتجد فيه تطور في الاداء. اسبانيا خدت كاس العالم وخدت اوروبا في 2010 وكسرت الدنيا، 8 9 لعيبه من فريق برشلونه دفع عليهم 2 3 من هنا. سيطرنا على افريقيا، 7 8 لعيبه من النادي الاهلي كان متسيد دوري ابطال افريقيا، خدنا 2006 خدنا 2008 خدنا 2010. دي اجيال مش هتتكرر تاني. لما تيجي تبص على المشهد الحالي اللي انت شايفه على العين والراس، هات لي مدرب ياخد 200,000 دولار و300,000 دولار، بس ده حرام. لما بص على سباستيان دي سابر المدرب بتاع الكونغو بياخد 18,000 دولار، لما بص على مدرب فريق كاب فيردي اللي وصل لربع النهائي بيقول لك بياخد 4,500 دولار، مش عارف ولا 10,000 دولار. لكن انت نظرت للجانب وسبت الاساس. الاساس فين؟ اللعيبه. بص على اللعيبه، بص كمان على اختياراتك للعيبه. ايه هو الهدف؟ لما الفريق رايح منتخب مصر رايح ما فيهوش لاعب ناشئ 18 19 سنه، يعني في الدوري ده كله ما فيهوش حد لفت نظرك؟